هاري ماغواير ثقة كبيرة في النفس من أمام العملاق دوناروما في ركلة الجزاء هذه الثانية لمنتخب إنجلترا. هاري ماغواير يستعد مركز كثيرا. ماغواير من أمام دوناروما. ماغواير ودوناروما. ماغواير ودوناروما. ماغواير با 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 في الزاوية 90. هاري ماغواير بقوة في الزاوية 90 يسدد لا دوناروما ولا كل إيطاليا بإمكانه. من أوه حتى الكاميرا انفجرت. هذه التسديدة من هاري ماغواير أمام دوناروما. اضرب الكاميرا فزت يعني.